السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده اسمه درو رابر. الموقع ده عبارة عن بيعمل فيجواليزيشن للداتا اللي عندك، بتديله البيانات ويبدأ يرسمها لك بأشكال مختلفة زي ما انت شايف. تدي البيانات بالشكل دوت وبعد كده تختار الشكل اللي انت عايزه فهو يصدرها لك زي ما انت عايز. طيب خلينا نبدأ كده مع بعض. هقول له ستارت كرييتنج، ابدأ. فبيقول لي ارفع الداتا، فلما تاخدها كوبي بيست، لما ترفع له ملف اكسل او سي اس في او من جوجل سبريد شيت او لينك اكسترنال داتا. انا هقول له انا عايز حاجه جاهزه، فجبت له بيانات من حيث السامبل اللي عنده، ظهرت معايا بشكل دوت. فهو بيقول لي اعمل تشيك، انا جايبها من عندك فاكيد يعني واثق فيك. وبعد كده بيقول لي اختار الشكل اللي انت عايزه، ده مثلا شكل من ضمن الاشكال، وده شكل اخر. مجرد تختار الشكل اللي انت عايزه هيبدا يظهر لك بالشكل دوت. وتقدر تختار الالوان اللي انت عايزها، بتختار الحجم الأنسب ليها، وبعد كده بتقول له ببلش أو امبيدد. ممكن تبعتها لأي حد على الإيميل تظهر له معاه، تقدر تسيفها كصورة، تمام. تقدر تاخد الحاجة دي تحطها في أي ملف وورد أو ملف اكسل زي ما انت عايز.